الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله صحبه أجمعين. وبعد، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. أليس هذا دليل على أن الأولياء يتصرفون وأن يكون سمعه كسمع الله؟ طبعا يا أخواننا، الحديث ده بيستدل به الصوفية البيجاي ديل على إنه الولي بيتصرف في الكون، والكلام ده موجود في كتبهم، زي ما جاء هنا في كتاب أزاهير الرياض بتاع أحمد الطيب البشير، كده افتح هنا الصفحة 128 من كتاب أزاهير الرياض، وده اعترف به الإزيري شيخ الشلة القاعدة بيجايده. وطبعا هذه الشلة: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون. وبحول الله سبحانه وتعالى ما عندهم منهج يقدموا للناس، ولا عندهم حق يقدروا يواجهوا به الناس. وكل ما يملك الصوفية أن يؤصلوا للناس أن تكون عبدا لشيوخهم، زي ما قال البرعي: سلم لقومك ثم كن عبدا لهم واخشاهم دوما كخشية ضيغم. هنا ده كتاب أزاهير الرياض، ده ألف عبد المحمود نور الدايم. القبة قالوا في طابت، وجريدة الدار جات قالت قبة عبد المحمود نور الدايم، قبة عبد المحمود نور الدايم، قالوا طلعت مويه من كرامات عبد المحمود نور الدايم، انه قبره طلع مويه وهو مدفون في الحصحيصه، يعني حيطلع شنو؟ يعني حيطلع ود احمد؟ ما حيطلع مويه، فهمت؟ لكن عشان يغشوا الجهل من الناس والمساكين يقول لك الشيخ طلع مويه. نشوف الكلام اللي قاله. قال: حدثني شيخنا رحمه الله تعالى قال سيدي محمد السمان لسيدنا الشيخ: على راس السبعين من عمرك ستصير قدمك على رقبة كل ولي لله تعالى. طبعا عند الصوفية انه عادي الولي كراعه بتكون في رقبة الاولياء، ما بيحترموا الاولياء، مع انه بيقولوا انه نحن ما بنحترم الاولياء، وهم اللي ما بيحترموا الاولياء، زي ما حاجب لك من كتاب جواهر المعاني وبلوغ الاماني فيما يحتاج اليه او في شنو كده التجاني. ده من كتبك يا صوفي ايها الذي ابلد من الجراد الطايره، ما عندك اي موضوع، فهمت؟ ولو في صوفي الكلام ده ما عاجبه، في واحد قبيلك ماشيين للصلاه بتاعت العصر، جقل نحن جايينكم ودارين مناظره، انا ذاتي لما لاوزتها قلت يا اخواننا الحاصل شنو؟ لكن جينا بعد الصلاه لقينا ركشه ببوري قندران، وذات البوري بتاعه ذاته قاطع سلك، فهمت؟ ما عندك حاجه، انت زول خواف، وربنا فضحك في الاسلاميه وفي غيره يا صوفيه. نفس الشله دي تلقاها وين وبتلقاها وين؟ تشتغل تمشي تاكل مهيوبه، تشتغل فرقه شغالين زي الجوكر، اسي لو في رقيص بيشتغلوه هم ذاته، ولو في مهيوبه بصوتوها عصيده، ولو في كوارق بكركوها، ولو في شيخ قال لهم يتدردقوا بيتدردقوا، نفس الشله دي، فهمت؟ نفس الشله هؤلاء الشياطين ال 13 شايفهم انت بجادل، ما عندهم اي موضوع، والله راسهم انظف من صحن الصيني بعد حكه بالفاره بتاعت النجار، ما عندهم اي حاجه، فهمت؟ كده دقيقه نرجع لك لده. قال ستصير قدمك على رقبة كل ولي لله تعالى، وربنا أمرك بأنك تكرم الأولياء، تقوم تأخذ كراعك في رقبة الأولياء يا صوفي، يا ما عندك أدب مع أولياء الله سبحانه وتعالى. قال: حدثني أحمد الكوفلي رحمه الله، حدثني من أثق بي من أهل الفضل، قال: سألت سيدي الشيخ رضي الله عنه عن القطبي الغوث، هل هو كما قيل لا يفارق مكة أو في كل بلد يكون؟ الأولي عندهم درجة وهمية اسمها الغوث. قال لهم: هل الغوث ده بيكون قاعد في مكة وما فارقة، ولا بيكون قاعد فيها طوال؟ قال: بل يكون في كل بلد إلا أن نوره يتصل بمكة، يعني بيكون زي شبكة الواي فاي، ده الغوث، فهمت؟ قال فرأيت في الحال، عشان يوريك إنه أحمد الطيب زو صعب، قال: فرأيت في الحال نورا خرج من الشيخ. الشيخ ده ثلاثة واط ولا جنوب ولا لمبة اقتصادية؟ قال: رأيت نورا خرج من الشيخ
قال حتى رأيت من بمكة والبيت والمسجد من قائم وقاعد وطائف. قال الشيخ ضو نور لغاية ما شاف في مكة شنو ذات منو مرح لغاية مكة كلها ضوى. ده شيخ خطر مرة واحد عشان يهرشك انت ويخوفك. لسه قال ولما تصرف ولده الشيخ إبراهيم الدسوقي، ده اسم مركب لولد أحمد الطيب البشير شيخ الطريقة السمانية في السودان، واللي هو من تلاميذه ودراويشه البرعي وبتاع الكريدة وعبد المحمود نور الدايم وحامد بابكر والشياطين الـ13 البيجادي، فهمت؟ قال لما تصرف ولده الشيخ إبراهيم الدسوقي رحمه الله في بعض الظلمة بالحال زجره رضي الله عنه. يعني لما يصرف في الظالم ويتبين فوقه زي ما بقول لك وقلب التمساح حجر إلى آخر، قال الشيخ قال له إن الكون كله تحت قدمي هذه، فما مالت نفسي أن أتصرف في شيء منه ولو قدر جناح بعوضة. قال له الكون ده كله أنا كسماني أحمد الطيب كله تحت كراعي وما حصل اتصرفت فوقه. والكلام ده يا أخواننا كفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام، لم يعتقده لا أبو جهل ولا إبليس ولا غيره من الكفار المشركين كما حكى القرآن. قال الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون، أنا بديك آيات وإنت جايب لي 3 قصائد، 10,000 باركة لمحاية، 10,000 ماسكة فراية، 10,000 شربة لمحاية، 10,000 ماشية ما جاية، فهمت؟ أو يقول لك أم أميما في ميمي، أؤس أسيسا في سيسي، أؤك أكيكا في كيكي، فهمت؟ أسي أنت فاهم حاجة؟ أو ساكت. الكباش القيد في شبله، جيت أزور جبله، جيت أقيف قبله، لولحوا زقلوا في الطريق زقلوا عدموا الصوفة، ده كباشي ولا جامبو أسي؟ وبتين أنتوا تطمنونا؟ أو ساكت وكذاب ما بيتصرف في أي حاجة. مش قال قيده في شبله وبيتصرف في الكون والكون كله تحت قدم الصوفي؟ ليه يا صوفي الآن ما قاعد تنصر الفلسطينيين الموجودين الآن والإسرائيليين قفلوا المسجد الأقصى والأمة بتكورك والأخوان المسلمين بيكوركوا والأقصى وما الأقصى وبيأكلوا به وعيش؟ ليه يا صوفي ما تصرفت في ناس إسرائيل؟ إما الصوفي كذاب وهو صحيح، وإما أن يكون الصوفي تبع لإسرائيل بيتصرف في الكون لكن الدولة الإسرائيليين وهذا أيضا صحيح، وإما الخيار الثالث أن كل من الإجابة ألف وباء صحيحات وكل صحيح، فهمت الحاصل؟ فالصوفي إنسان لا عقل له ولا لون له ولا طعم له ولا رائحة له، أنت بتتصرف في الكون، نحن نجي نشتغل جنبك ونتكلم في شيوخك وما قادر تتصرف فينا لا بنفخ ولا بزيادة سمنة ولا بعوج حنك ولا بتكبير وش ولا غير ذلك، ما قادر تتصرف فينا وتجي تعمل لنا فوق انت ولي؟ كله كذب ساي يا ناس، فهمت؟ في أزاهير الرياض اديك حاجات ذاتها شينه لكن لازم نقولها. الصفحه 153 من كتاب أزاهير الرياض اللي اعترفوا به والسمانيه، ده كتاب وده تقدر تجيب عليه دليل كيف، وذاته كلام شين 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 لما شين. طيب الصفحه 153 من كتاب الصوفية، وده اللي بيعتقدوا الصوفية ديل إنه لو قريت الكتاب ده وعملت بما فيه فأنت سوف تدخل الجنة، نموذج. قال ومن ذلك أي من كرامات أحمد الطيب البشير السماني شيخ الطريقة السمانية في السودان، قال ومن ذلك ما أخبرني به الشيخ ولد فضل الله الصنجاوي، قال كنت أطلب رؤية سرة الشيخ رضي الله عنه عندما سمعت أن من رآها لم تأكله النار. ولكم أن تضحكوا وأن تتعجبوا وأن تبكوا وأن تتحيروا. قال فذات يوم ركب إلى محل بالقرب فحملت عليه ماشيا خلفه، وعبد الله بن مسعود وهو الإمام العلم الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، عبد الله بن مسعود، رآه عمر رضي الله عنه والناس خلفه يسألونه عن العلم، ما دارين يشربوا ميت الوضو بتاعته ولا يتبركوا برؤية السرة بتاعته، حاشاه عن ذلك رضي الله عنه. قام عمر نهاه عن ذلك وقال له هذه التبعية ذلة للتابع
فتنة للمدبوع. ده قال شنو؟ قال فحملتنا عليه ماشيا خلفه وفي نفسي ذلك الخاطر، يعني أشوف صورته، فالتفت إلي رضي الله عنه وقال يا فلان باسمي، إن من رآني، إن من رأى من رآني لم تأكله النار، يعني ما أبدأ أشوف الصورة. قال فحمدت الله على ذلك وأردفت الحمد شكرا حيث جعلنا من أتباع الشيخ رضي الله عنه ومحبه. رأيكم شنو يا أخوان؟ تشوف صورة الشيخ تخش الجنة. وربنا قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، ما قال الذين رأوا صورة السمانية. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، قال من رآني أو من رأى من رأى من رآني دخل الجنة. والرسول عليه الصلاة والسلام شافوا أبو جهل، مش شافوا ساكت، شافوا واستمع كلامه عليه الصلاة والسلام، وشافوا عمه أبو طالب وكان بدافع عنه، يا صوفي تما قروك الروضة ولا انت فاضي ذاته، ما قروك وابو طالب عم امشي ازال اخوك الصغير كان يكون احسن حالا منك، فهمت؟ بيعلمك وابو طالب عمه كان بيدافع عن وينه. النبي صلى الله عليه وسلم العباس رضي الله عنه قال له ماذا اغنيت عن عمك فانه كان يذود عنك ويدفع عنك. ابو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحلف بالله بيقول والله لن يصلوا اليك، يعني ناس قريش ما حيصلوك، حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، فلقد صدقت وكنت ثم أمينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. قال لهم والله ما تحصلوا لابن أخي لغاية ما أنا أموت وأوسد في التراب. بعد العباس قال للرسول صلى الله عليه وسلم ماذا أغنيت عن عمك فإنه كان يدفع عنك ويذود عنك؟ قال شفعت فيه فهو في ضحضاح من نار، ولولا شفاعتي فيه لكان في قعر جهنم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدا أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم وكان بدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده ورب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هو من أهل النار. يكون الإنسان الشاف أحمد الطيب بس شوفه بس، مش الشافه الشاف الشافه، مش الشاف الشافه، قالوا إلى سبع شفت الشيخ، أو شفت الشاف الشيخ، أو شفت الزول الشاف الكحل الشاف الشاف الشيخ، إلى ستة أو إلى سبعة لن تمسك النار ولو لم تكن من أهل الطاعات. معنى أحمد الطيب أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم. الصدى هو مناج الصوفية، ما يجيك واحد يغشك، والصوفية من الصفاء ونحن أهل الذكر وأهل العبادة. الصوفية تعني الكفر والإشراك بالله من كتبك ذاته. واحد من اثنين، يا تقول أنا تبت وخليت الكتب دي والكتب دي باطلة، فهمت؟ أو تجي تقول يا أخواننا الناس ذيل الكتب دي ما حقتنا، قولونا ليها ساي، وتمشي تفتح فينا بلاغ ونحن جاهزين. لو ما عارف محل بيفتحوا بلاغ وين، أروح بمرق معاك من البوابة شي الشمال، فهمت؟ بيجي تمرق القسم الأوسط تاع الخرطوم، وجنبه بغادي تشيل بشمال بغادي بتلقى النيابة. ولو ما برضو ديل ما فتحوا لك بلاغ، بتمشي النيابة بتاعت المعلوماتية هناك جم جامعة الأزهري وراء طوالي، بيفتحوا لك بلاغ طوالي، ناس أصوا ما بقصروا معاك، الظلمت بيدوك حقك، أمشي أفتح بلاغ فينا، جاهزين لأي بلاغ. تقدر يا صوفي؟ ده كلام ليه؟ فهمت؟ فعشان تعرف إنه منهج الصوفية ده منهج باطل ومنهج عاطل. عشان كده الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير سورة طه قال وسئل الإمام الطرطوشي عن قوم يأكلون كثيرا ثم يقومون فيرقصون، قال لي يرحمك الله مذهب الصوفية مذهب بطالة وضلالة وجهالة، دار تبقى ضال ودار تبقى جاهل ودار تبقى عاطل تبقى صوفي، فهمت؟ والكلام يطول في هذا الباب وفي أسئلة كثيرة، فرصة مفتوحة للنقاش والمداخلات، فرصة مفتوحة. دارين دليل على إنه لو شفت صورة الشيخ بتخش الجنة؟ تقدر تجيب دليل على إنه من رأى صورة الشيخ دخل الجنة؟ في ولي بيقدر يتصرف فينا؟ أحمد الطيب قال هو بيحيي الأموات، هنا الصفحة كم؟ وبيهرش ملك الموت كمان. بالله عليك إلا الصوفي ده ما بيخاف من الله؟ ما بخاف من الله؟ فرصة مفتوحة للمداخلات والنقاش، لسه الكلام موجود؟ طيب ما مشكلة لغاية ما
يتشجع الإنسان ويلقي بيديه إلى التهلكة. عرفتها؟ لغاية ما يتشجع إن شاء الله نحن بنواصل. طيب ذكرني أخونا السؤال، حديث شرف الأولياء كما قال ابن رجب، قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. بيجوا الصوفية المهاويس العقل ما في راسهم، بيجي يقول لك يا أخي الحديث ده فيه دليل على إنه الولي بيتصرف في الكون زي الله واحد، وده استدلال بليد يدل على ضحالة هذا الفكر الصوفي المنحرف الشركي الإلحادي. لو داير تمشي تفتح بلاغ أنا بجيك شاهد إنه أنا قلت الكلام ده، تفهم الموضوع ده؟ عشان ما تجري لينات وهؤلاء قالوا، أنا بمشي لك، بمشي لك شاهد، نمشي سوا لوكيل النيابة، أقول له منهج الصوفية منهج شركي، منهج إلحادي، منهج ضال، منهج منحرف، شافتح بلاغ. تفهم الحاصل؟ فهم الحاصل كيف؟ تقال لك نحن بنلاوز من صوفي ولا من دلقان أخضر ولا من غيره، كلكم اجتمعوا، كلكم اجتمعوا، فهمت؟ شردته زي ما شرد الخنجر في قرية الدمبو هنا، قال 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 أنا عندي 70 دليل إنه الأولياء بنزلوا المطر، موثق قاعد عندنا موجود، ها؟ جابته لنا استخبارات المدينة تابعة للسلفيين، طيب تمشي وين؟ فهمت؟ قال عنده 70 دليل، قال وأستطيع قال أن آتي بها من مظانها ومصادرها. طوالي قال داير مناظرة مع أخواننا، أخواننا طوالي مشوا ليو ها للمناظرة فما وجدوه، شليل وينوه؟ أكلوا الدودو، ما فيش، فهمت؟ ولا الدبر طوالي، فما بتقدر يا خنجر ولا يا غيره ولا يا إزيرك، الإزيرك مشى أمريكا، بقى يرسل خطابات من امريكا هناك من 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 غونداليزا رايس، تديه حق الرصيد يجي يحول الوهابيه كتره، ودارين نعمل حزب سياسي، ولا لا برضه جاتنا قبل شويه انه الصوفيه قالوا عملوا الحزب الصوفي الديمقراطي، قال ها الشغله بتاعت الفته ما جابت حقها، الفتوته ما جابت حقها، سخنا خلاص جيبوا الفته ما جابت حقها، فهمت؟ مع انه عندهم كم غنى؟ غناة الكوثر وغناة ساهور وما اعرف غناة القبة الخضراء، والقبة الخضراء زين ذاتها انقسمت لقبة خضراء وقبة ما خضراء، الركين عنده واحدة والإزيرق عنده واحدة، وكلام كثير صوفية، وده غير الإعلام الرسمي المفتوح لهم. بعد ده الصوفية خايفين من المواجهات ومن المناظرات ومن النقاش الحر أمام الطلبة، فهمت؟ لأنه منهج باطل وفاشل، منهج باطل منهج الصوفية، دار تخش جهنم بأقرب طريق أبقى سماني ولا تزعيني. أديك نموذج صفحة 134، الصوفية بيهرشوا ملائكة الموت، ده تقدر تدافع عنه؟ ده الخنجر بيقدر يدافع عنه؟ صفحة 134، فهمت؟ شغل ده سخن. ربنا قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وربنا قال كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، وران ده صعب والله، لا تقدر أنت للإزيري لا الأمريكان، زمان كان بيقولوا الوهابية ومستر هنفر والجاسوس البريطاني، هسي الآن الصوفية مشوا هناك لأوباما ولدايس ممنو ترامب المجنون ده، فهمت؟ مشوا قاعدين معه، قاعدين معه وقاعدين في الكونغرس الأمريكي. أها أوباما أسلم ولا أنتوا كفرتوا يا حضرة الدراويش؟ ها من الذي أسلم، ترامب أم كفر الصوفية؟ قاعدين ليه في بلاد الكفر، فهمت؟ طيب نجي لكلام الزول ده، الصفحة 134 من كتاب زهير الرياض، والإزيري قال في مناظرته مع الهواري قال كتاب طبقات والضيف الله ده كتاب بتاع حكايات ساي، أما أزهير الرياض كتاب بالأسانيد قال. طيب نقوم نقرأ لك الإسناد نشوف الكفر بالإسناد، كفر بالإسناد. طيب قال حدثني الفاضل وما فاضل، الصالح وما صالح، الشيخ إلا من باب وأبونا شيخ كبير، الحسين ابن الفقيه إبراهيم الخليل ابن الفقيه محمد الأغبش، قال مرضت مرضا أشرفت فيه على الهلاك إلى أن يئس كل الناس من حياتي. لو دار إعراب بنعرب لك، زول دار يموت مرض بتاع هلاك والناس كلهم يئسوا من حياته، مش كده بس، أمشي لي قدام. قال
فجاءتني ملائكة القبض لقبض روحي. الملائكة اللي بتقبض قال جاءت تقبض روحي. نشوف الحصل شنو من هؤلاء الصوفية، ونشوف هل الكلام ده في القرآن والسنة فيه ولا الصوفية قاعدين يجيبوا الآيات ويشتغلوا عكسها. يقول لك الله قال شنو؟ الله قال امشوا كده، ايوه نحن نمشي كده، ده شغل الصوفية. اسي براك تسمع، قال فرأيت سيدي الشيخ أحمد الطيب رضي الله عنه وهو قريب منهم من الملائكة يقول لهم: أما قلت لكم لا تقبضوا روحه؟ الكلام ده لمنو يا أخوانا؟ ده للملائكة. قال لهم: أما قلت لكم لا تقبضوا روحه؟ قال فرجعوا عند ذلك. فإن قال قائل إن هؤلاء الملائكة لا يقدمون على أحد إلا بإذن من الله تعالى، فالجواب أن الأمر والشأن كذلك، ولكن قد يحصل النسخ خرقا للعادة إكراما من الله تعالى لوليه، وهذا فيما تعلق به خاطره في فسحة أجل المذكور. طيب نقوم نجي للقرآن نشوف هل خرق العادة هو مفتوح ولا يشترط لخرق العادة أن لا يخرق الشريعة؟ لأنه بقول لك لا خرق عادة، ودارين يمشونا في أنه نحن ننكر خرق العادة. لا، خرق العادة موجود، مش دي وهمتك، كسرنا لك تلجتك دي، كسرنا لك، لكن ما بتخرق الدين. ربنا قال في سورة الأنعام: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم شنو؟ حفظة. حفظة معناه شنو؟ حفظة معناه شنو؟ معناه ملائكة بيعملوا الربنا سبحانه وتعالى وكلهم به. حفظة. ربنا قال: حتى إذا جاء أحدكم الموت، فهمت؟ حتى إذا جاء، إذا جاء ذات شرط، جاء فعل الشرط، ربنا قال توفته، ده جواب الشرط، توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ثم ردوا لأحمد الطيب إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. الآية دي نشطبها يا صوفية ولا نقلبها مرقة ولا ناكلها ولا نحذفها من المصحف ولا نكفر بها؟ ولا رأي شيخكم كفر وباطل وكذاب بعده؟ شوف عشان تعرف إنه الشيخ كذاب كيف، أحمد الطيب وعبد المحمود نور الدايم والإزيرك والخنجر والبرعي كلهم كذابين وكلهم تحت كرعنا دي، تفهم الحاصل؟ أمشي أفتح بلاغ، أمشي أفتح بلاغ. طيب قال ربنا سبحانه وتعالى، قال في سورة الواقعة، ده غرام بفرتقك أنت وخنجرك والهوس بتاعك كلهم. ربنا قال في سورة الواقعة، لأنه ده قال لملائكة القبض أرجعوا. ربنا قال: فلولا إذا بلغت هنا يا شباب الحلقوم وأنتم حينئذ شنو؟ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن شنو؟ لا تبصرون. الآيات دي معناها شنو يا صوفي؟ معناها شنو؟ معناها الميت ده براو بس اللي بيشوف ملك الموت. الميت براو. انت لو شفت ملك الموت احرص على انك تقول الشهادة. لو شفت ملك الموت تحرص على ان يكون اخر كلامك من الدنيا لا اله الا الله. فهمت؟ تجي تقول لي احمد الطيب بيهرش ملك الموت اكثر من ده. انت قال لي براها؟ قالها صوفيا. انت قال لي براها؟ لسه كفر كثير عند الصوفية. عشان كده انا مصر وتاني بكرر، منهج الصوفية ده منهج بوديك جهنم. المنهج ده، منهج ده في الكتب ده، ورب السماء يوديك جهنم، ورب السماء يوديك جهنم، ورب السماء يورطك. طيب قال ونظير هذه الحكاية ما ذكره سيدي عبد الوهاب الشعراني، وده فيه توثيق لكتاب الشعراني. يعني الليلة لو جيت قلت لي الشعراني ما حقنا، بقول لك نقل منه سيدك، سيدك نقل منه، لو اتكلمت في سيدك بينفخك على عقيدتك انت، فهمت؟ قال هنا، قال في ترجمة سيدي محمد الشربيني، دينا قال وقرع عبد المحمود، وجاب دليل على انه الاولياء بيهرشوا والصوفية بيهرشوا ملائكة الله ذاتهم بخوفهم الصوفية. وربنا قال: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد، اها تم الآية، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تجي تقول لي أحمد الطيب يهرش الملائكة والقبض روح أحمد الطيب منه؟ القبض روحه منه؟ الخدمة بتاعته انتهت؟ ها؟ القبض روحه منه؟ ده ما سؤال، دي ما عقائد الصوفية، دي العقائد بتاعتهم، ما بتقدر تدافع عن عقيدة زي دي.
فهمت؟ قال ونظير هذه الحكايه ما ذكره سيدي عبد الوهاب الشعراني في ترجمه سيدي الشيخ محمد الشربيني، قال لما ضعف ولده احمد واشرف على الموت حضر عزرائيل لقبض روحه. قال له الشيخ محمد الطيب، قال لعزرائيل: ارجع الى ربك فان الامر قد نسخ. فان الامر شنو يا اخواننا؟ قد نسخ. قال نحن نسخنا الموضوع ده. قال فرجع عزرائيل وشفي أحمد من تلك الوعكة وعاش بعدها 30 عاما. رأيكم شنو يا شباب في الموضوع ده؟ هل ده خارق للعادة ولا ده خارق للآيات ولا ده خارق للدين ولا ده خارق للشريعة؟ ده خارق للعادة. طيب لسه أديك كلام كثير، والله ما تقدر تدافع عن كلام زي ده والله، ولو في واحد داري دافع الفرصة مفتوحة للنقاش.